اقول سر وما قلتوش لحد فاقوله لمصر كلها. اهلا واضح، انا ساره عبد الرحمن. بحس ان انا زي الميه اللي هو ممكن تتاثر قوي بالحاجات بس في نفس الوقت كده في ثبات. الجن في علاء الدين اللي هو كان بيقوم بدوره روبن ويليامز، هو الشخصيه دي انا عايزه اتصاحب عليه. وبكار طبعا، هو ناس كتير قوي بتقولي ان انا شبه نجاة الصغيره، فما يعني انا بحس كده ساعات. باكل لب في كل حته، في كل حته، في الطياره، في السينما، في يعني المثابره، وان انا بفضل كده مكمله في الطريق مهما حصل. في ناس بتقول، في ناس بتقولي صرصر، انا مش ما تقوليليش كده يا جماعه عشان انا بتضايق. اولا العرايس كنت بقعد احكي حكايات بقى واقعد الف حكايات بالايام، والحاجه الثانيه ان انا كنت بعمل عروض مسرحيه بشكل يومي لاهلي. يعني اقول سر وما قلتوش لحد فاقوله لمصر كلها؟ لا مش هقول. نفسي قوي اعمل الالعاب اللي هي الناس اللي بتنط من الطياره دي، اللي هو البانجي جامبنج ده، نفسي يبقى عندي الجرأه دي. بقول الحمد لله. لا انا حسب، لو انا هعيش على طول يبقى كل اللي بحبهم هيكونوا معايا اوكي، بس مش عايزه اعيش انا وهم مثلا ما يكملوش. طب لو هم عايشين معايا؟ ماشي، لو عايشين معايا بقى لا، نلف بقى العالم بقى ماشي اصلا، يعني لو احنا قدامنا العمر طويل ليه لا. شكرا ليك، شكرا. واضح.